احنا معاكم بعد الفاصل. زي ما احنا قلنا كنا مستنيين الكروستاتا دي مرميراتا، بتاخد تقريبا من تلت ساعة او ممكن لنص ساعة بكتير في الفرن. فدلوقتي الريحة بتاعتها طلعت، فعايزين نشوف بقيت عاملة ازاي الكروستاتا دي مرميراتا بتاعتنا. الله، يا سلام، شكلها حلوة جدا وريحتها جميلة جدا جدا. هنطلعها دلوقتي واحدة واحدة. زي ما انتوا فاكرين احنا حطينا حاجة تحتيها عشان لو في حاجة تقع ما تقعش جوه في الفرن. ناخد الحاجة عشان نطلع الكروستاتا دي مارميلاتا بتاعتنا واحدة واحدة. الحمد لله ما بزتش مني، كنت خايفة ممكن جدا تحصل مني مصيبة، بس الحمد لله زي ما انتوا شايفين شكلها جميلة جدا وريحتها حلوة قوي. انا بحب الكروستاتا دي مارميلاتا بالمربى لارينج عشان حتر بتدي طعم مختلف تماما. فانا زي ما قلت لكم في الاول حلقة مستنيه النهاردة الناس على الشاي، فهنشرب الشاي مع الكروستاتا دي مارميلاتا والتارتة الكراميل والبيتش كريم ديزرت ان شاء الله هتعجبكم. وجهزوا الشاي بتاعتكم وجربوا الوصفات دي وان شاء الله تعجبكم. وشكرا جزيلا.